بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، نلتقي اليوم مع الحصة الختامية تحت عنوان دعم المهارات وتحديد الامتدادات. بالنسبة لي، المداخل الرئيسة لمنهاج التربية الإسلامية تبقى هي نفسها التي وقفتم عليها في السنوات الماضية وأيضا في هذه السنة وستبقى معنا في السنوات الموالية، ألا وهي التزكية، الاقتداء، الحكمة، ثم القسط، وأخيرا الاستجابة. هناك مجموعة من التقاطعات والامتدادات بين المستويين في مجالات عدة. نذكر بداية بالتقاطعات والامتدادات بين المستويين في المهارات. فالمهارات التي وقفنا عليها في الحصص الماضية دعما وتقويما هي نفسها التي سنقف عليها في السنة الموالية دعما ودراسة وتقويما أيضا. وهذه المهارات هي الآتية: حفظ النصوص الشرعية والاستشهاد بها، ثم مهارة التمكن من المعارف الأساسية المكتسبة، ومهارة توظيف المفاهيم الشرعية وتحديد خصائصها، ثم مهارة تحليل النصوص الشرعية واستخراج أحكامها، ثم مهارة استخراج القيم وتوظيفها، وأخيرا مهارة تحليل المواقف وبناؤها والتعبير عنها وتعليلها. سنقف بداية عند مضامين سورة الكهف وبعض مضامين التي ستطلعون عليها في السنة الموالية، ثم نبحث عن بعض التقاطعات لعلها تكون حافزا لكم مد الآن للبداية في قراءة السورة أو سورة يوسف وبداية حفظها. بالنسبة لسورة الكهف، أشرنا فيها إلى مجموعة من القصص: قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، قصة موسى والخضر عليهما السلام، قصة ذو القرنين. ولا شك أن هذه القصص تحتوي مجموعة من الدروس والعبر، سنتطرق إلى بعضها في ما يأتي. ثم أيضا أن هناك مجموعة من الفتن التي تحدثت عنها هذه السورة. قد يفتتن الإنسان في دينه كما وقع للفتية، ففروا هاربين من حياة الرفاه إلى حياة الكهوف. قد يفتتن الإنسان في ماله وولده، قد يفتتن في علمه، قد يدعي من العلم ما لا يملكه، قد يصيبه الغرور. وهناك فتنة أخرى وهي فتنة السلطة، قد تكون أيضا مما يفتن الإنسان أحيانا فيصيبه الطغيان أو يصيبه الغرور. فما الحل وما النجاة عزيزي التلميذ؟ النجاة درستموها، إنها في الصحبة الصالحة. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاختر على اختيار رفيق صالح يعينك على الوصول إلى أهدافك في الدراسة وفي غيرها. النجاة أيضا بأن نتذكر أن هناك حساب وراء المال، حساب العلم وراء العلم حساب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه، فيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. إذن سنحاسب، وهذا رأيتمه في درس الجنة والنار، في البحث والحساب، في علم الله المطلق، في إحاطة علمه تعالى بكل ما كان وما سيكون، وحتى ما لم يكن كيف سيكون لو كان. ثم الإخلاص، إنه
شرط أساسي أو شرط أساسي لقبول أعمال الصالحة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النجاة إذن في أن كل ما نقوم به ينبغي أن تكون نيتنا هي قوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنه تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا موافقا للشرع. ففي الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم أيضا أن نعرف حقيقة هذه الدنيا، ووضحتها سورة الكهف أيما توضيح، ووضحها القرآن أيضا بأنها لعب لهو غرور، إلا من عمل عملا صالحا فأولئك سيكونون من الفائزين. ثم الآن بعض مضامين سورة يوسف، كما قلت أن اطلاعنا على بعضها قد يحفزنا لنبدأ من الآن وقفتنا مع قصة يراها الكثيرون مجرد قصة، وسترون أنها قصة لا ككل القصص، إنها أحسن القصص، فقد احتوت من الدروس والعبر ما قل نظيره في القصص البشري كله، لهذا سماها القرآن أحسن أو أحسن القصص. إذن ففيها نتعرف أيضا على ابتلاءات، على محن، على إغراء، على إغواء، على شهوات، على نزوات، كيف يقف المرء منها وقفة متأسيا بيوسف عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، بل وفضل السجن قائلا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فلتحرص عزيزي التلميذ على أن تبدأ إن شاء الله من الآن في التأمل في هذه الصورة وفرصة قراءتها مرات عدة. الآن لنرى بعض التقاطعات بين هاتين الصورتين ونعطي أمثلة. فإذا كانت صورة الكهف مكية فكذلك صورة يوسف مكية، ونحن نعلم جميعا ما للصور المكية من ارتباطات، من حرصها على جانب العقيدة والتوحيد، كلتا الصورتين نحت هذا المنحى. فقال يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفي صورة الكهف أيضا آية كثيرة في هذا المنحى. كمثال آخر للتقاطعات والامتدادات، نجد أن الصورتين معا افتتحتا بالحديث عن القرآن الكريم، ذاك الكتاب القويم، ذاك الكتاب المبين في الصورة الأخرى، واختتمتا أيضا بالحديث على أنه وحي من الله، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه في يوسف. وفي صورة الكهف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية صرح في الصورة بأنه إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى آخر الآية. آخر مثال للتقاطعات أن كليهما يذكر مجموعة من القصص أو القصص القرآن. فقد ذكرت سورة الكهف قصة أصحاب الكهف، ذكرت أيضا قصة صاحب الجنتين، ذكرت قصة موسى والخضر، وأيضا قصة ذي القرنين. وكثير من الفوائد يمكن أن تقف عند أو تستفيدها من السورتين. أيضا سورة يوسف تميزت بأنها اكتفت بعرض قصة واحدة، وهي الوحيدة في القرآن التي اكتفت بذكر قصة واحدة، في حين أن القصص قصص الأنبياء يتكرر بصيغ متعددة كل مرة لمعالجة قضية من القضايا. من خلال هذه التقاطعات أدعوك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن تقفوا عند أحدها لنرى معا التقاطع والامتداد الثاني. احرصوا على أن تختاروا رفقة صالحة تعينكم على العلم، كما فعل موسى في قوله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، رفقة صالحة تعينك أيضا على العفة والحياء، تأسيا بيوسف عليه السلام الذي فضل استجنها على الاستجابة لنزوات وشهوات المفتتنات به من امرأة العزيز وباقي النسوة.
نمر الآن إلى تقاطعات وامتدادات بين المستويين من حيث المداخل والدروس التي تطرقتم إليها. نبدأ بمدخل التزكية، وتعرفنا طيلة السنة على أن الهدف منه هو أن نؤمن بالله، أن نوحده، أن نعرفه حق المعرفة بأسمائه وصفاته عز وجل. بالنسبة للدروس التي درسناها هذه السنة: التوحيد وأدلته، البعث والحساب، الجنة والنار، علم الله المطلق. وفي السنة الموالية سنقف عند الدروس الآتية: الإيمان والعلم، الإيمان والغيب، ثم الإيمان والفلسفة، ثم الإيمان وعمارة الأرض. عزيزي التلميذ، هل ترى أن هناك امتدادات وتقاطعات بين هذه الدروس؟ أجل، إن تعرفنا على الله والإيمان به وباليوم الآخر مما يقع من بعث وحساب وجنة ونار، وبأن علمه يحيط بكل شيء، هذا أول ما سنبدأ به السنة الموالية في الإيمان والغيب، ونعمق النقاش فيه بذكر أركان الإيمان والغيبيات والأدلة العقلية التي تساعدنا على الإيمان بها. أيضا عزيزي التلميذ، الإيمان لا بد أن يبنى عن علم، لكما قال السابقون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وليبنى على العلم نحتاج إلى الحجة والبرهان، وهذا الذي ينميه التفكير الفلسفي الذي تسعى الفلسفة الراشدة إلى تثبيته وتنميته. وكل هذا أن الإيمان في النهاية ينبغي أن يظهر أثره أين؟ نعم، في عمارة الأرض، في البناء، في أداء مهمة ووظيفة الاستخلاف، ليس فقط أن نقول كما يقال الإيمان في القلب. المدخل الثاني عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، هو مدخل الاقتداء، وهو الذي يراد من كل هذا. في النهاية عندما نتعلم أن نقتدي، أن نتأسى بمن يجب التأسي بهم، فالهدف من هذا المدخل أن نقتدي بالمصطفى المجتبى المختار صلى الله عليه وسلم، لأنه نموذج الكمال البشري، وأن نقتدي أيضا بخلفائه الراشدين، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم أيضا أن نقتدي بالمصلحين، بالعلماء، بكل من لنا فيهم أسوة ويعيننا على أداء مهمة الاستخلاف وعمارة الأرض. بالنسبة للدروس التي تطرقنا إليها في هذا المدخل، هذه السنة في سيرة الغايات والمقاصد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد: غزوة بدر وأحد دروس وعبر. ونماذج للتأسي: عمر الفاروق رضي الله عنه وعزة الإسلام. وفي هذه السنة إن شاء الله سنتطرق إلى الدروس الآتية: صلح الحديبية وفتح مكة دروس وعبر، الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا، نماذج للتأسي: عثمان رضي الله عنه وقوة البدر والحياة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. مرة أخرى عزيزي التلميذ، تأمل، هل هناك تقاطعات؟ أجل، لنرى هذه التقاطعات في هذه الشريحة. بالنسبة لمدخل الاقتداء، الذين يجب أن نقتدي بهم هم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. نتأسى بيوسف: لقد كان في قصصهم عبرة. نتأسى أيضا بالخلفاء الراشدين، وما قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بهم. نتأسى أيضا ببعض من ولد في سورة الكهف كالفتية، واخترت هذا المثال الذي يناسب سنكم، وأن فتية اختاروا طريق الاستقامة وطريق التقوى على الغواية وغيره. نعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الدروس التي رأيناها؟ إذا نقتدي به في عبادته، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وكيف يؤديها، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقتدي به في معاملاته، يحرص على الكسب الطيب، يحرص على أن يراقب الأسواق فيقول: من غش فليس منا، إلى غير ذلك. نحرص عليه أو على الاقتداء به في تدبير شؤون منزله وأسرته، في حل المشاكل الأسرية، في تفاوضه، في استشارته لزوجاته. نحرص أيضا على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في قيادته لأمته، فهو القائد لكل، أو القدوة الصالحة لكل زوج وكل أب وكل قائد وكل إنسان على وجه هذه الأرض. نقتدي به أيضا في تربية أبنائه وأحفاده، فقد كان الأب الحنون العطوف
صلى الله عليه وسلم. ونقتدي بيوسف في عفته، في اتخاذه للأسباب، في عمله من أجل أو تخطيطه لحل الأزمة التي سترونها في السنة الموالية. ونقتدي بالخلفاء الراشدين، هذه السنة درستم عمر بن الخطاب، نقتدي به في عدله، في تواضعه. السنة الموالية سنكون مع عثمان الحي الستير الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نقتدي به أيضا في عطائه، فقد كان يبذل الشيء الكثير في سبيل الله تعالى. نمر إلى المدخل الموالي، وهو مدخل الاستجابة. الهدف منه هو التطبيق العملي وتبدل الأحكام الشرعية التي درسناها في العبادات أو في المعاملات، والدروس هي فقه العبادات وفقه المعاملة. في هذه السنة سنتحدث عن فقه الأسرة، ولا شك أن هناك ارتباط بينهما، ففقه الأسرة يجعل هذه المداخل كلها أو كل هذه الدروس تستثمر لنصل إلى أسرة مستقرة. ففي مدخل التزكية مثلا، ينبغي أن تكون الأسرة تربي أبناءها على توحيد الله، على الإيمان به، وأيضا على أن يبنوا إيمانهم عن حجة، أن يتساءلوا. وفي مدخل الاقتداء نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم القائد في إدارته للمعارك. وأيضا في السنة الموالية ستتعرفون على بعض الدروس التي فيها تشاوره، تخطيطه، كما تعرفتم على ذلك أيضا في غزوة بدر وأحد. وفي مدخل الاستجابة سنتحدث في السنة الموالية عن فقه الأسرة، في هذه السنة تحدثتم عن فقه العبادات والمعاملات. إذن كل هذه القضايا تحتاجها الأسرة المسلمة لترقى، وفي رقيها طبعا رقي للمجتمع، لأن في العنوان في الوسط كما رأيتم أن الأسرة نواة للمجتمع. إذن أيضا بالنسبة لمدخل القسط، إذن لابد من حفظ الحقوق وتحمل المسؤولية ولزوم العفة والاستقامة. إذن ما تعلمتم في هذه السنة رأيتم أن الامتدادات في السنة الموالية. استقامتك يجعلك تتحمل المسؤولية، استقامتك يجعلك في مدخل الحكمة كفءا، وبالتالي لا تأخذ رشوة إلى غير ذلك. استقامتك أيضا تجعلك تسامح، تعفو، تستطيع حل النزاعات لتصل بأسرتك إلى بر الأمان، وتصل بأي مؤسسة تقودها أيضا إلى بر الأمان. إنها يعني المداخل تجتمع جملة لتكون لنا أسرة صالحة، ومن ثم مجتمعا صالحا. مدخل القسط الهدف منه أن نحرص على رعاية الحقوق، حق الله، حق النفس، حق الغير، حق البيئة، وقد رأينا ذلك من خلال جملة من الدروس. ثم أيضا نفس الحقوق سنراها في السنة الموالية. الامتدادات التي بين هذه الحقوق هي أن استقامة الإنسان تجعله يفي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولا شك أن المسؤولية والعمل الصالح يحتاج إلى صبر ويقين، ومسؤولية الأسرة أيضا للحفاظ عليها وبناء مجتمع خال من الفواحش تحتاج إلى العفة والحياء، وأيضا أن نصلح البيئة التي نعيش فيها، لأنها أمنا وبمثابة حياة لنا، فالله عز وجل أمرنا أن لا نفسد فيها، وأمرنا بعمارة الأرض بالصلاح لا بالإفساد. أخيرا مع مدخل الحكمة، والغرض منه أن نحرص على أن نبادر، أن ننفع الغير. ما تعلمناه لا ينبغي أن يقتصر علينا، فينبغي لك أي عزيزتي التلميذة أن تنخرط في العمل الجمعوي، أن تبادر إلى فعل الخير بتطبيق ما درسته في فقه المعاملات، في فقه العبادات، إلى غير ذلك. وبالنسبة للدروس التي تحدثنا عنها، القناعة والرضا، الدين النصيحة، الرفقة الصالحة، الوصايا التسع. وفي السنة الموالية سنكون أمام الدروس الآتية: الكفاءة والاستحقاق، أساس التكليف، العفو والتسامح، وقاية المجتمع من تفشي الفواحش، ثم السبع الذين يضلهم الله يوم لا ضل إلا ضله. عزيزي التلميذ، هذا الإطار، أو تأملت هذه العناوين ورأيت ما بينها من تداخل؟ أجل، هناك تداخلات. فاختيارك للرفيق الصالح الناصح يجعلك تلتزم بالوصايا التسع، ويجعلكما إن شاء الله يوم القيامة من السبعة الذين يضلهم الله يوم لا ضل إلا ضله. ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا، أو اجتمعا فيه وتفرقا، أو اجتمعا عليه وتفرقا فيه. وأيضا أن هذا الصديق هو الذي سيساعدك على أن تبتعد عن الفواحش، تأسيا بيوسف
عليه السلام وبالفتية في قصة أصحاب الكهف، وأيضا أن الصديق الصالح والرفيق الصالح هو الذي يسامح ويعفو عند وقوع الشحناء والبغضاء بينكما ولا يحاسبك على خطئه. بالنسبة لي التقاطعات والامتدادات المفاهيمية والقيمية، رأينا في هذه السنة وسنرى في السنة الموالية مجموعة من المفاهيم بينها تقاطعات، رأينا مفهوم الإيمان، مفهوم العفة، الحياة، الإصلاح، الاستقامة. إذا إن شاء الله هذه المفاهيم لها امتدادات في السنة الموالية، لكن بشكل أعمق إن شاء الله تعالى ننتقل بعدها أو بعد أن تعرفنا على بعض الامتدادات المهارية والمعرفية وغيرها بين المستويين، نتساءل كيف يتم تقويم هذه المهارات وهذه الامتدادات في المستويين معا. بالنسبة لمستوى الجدع المشترك، طبعا طيلة هذه السنة نقوم فقط بوسيلة واحدة هي مذكرة المراقبة المستمرة، لكن السنة الموالية سنة لها خصوصياتها، سنة امتحان جهوي أو الاختبار الجهوي، سنة تحتاج إلى مزيد تأطير لهذه العملية، عملية التقويم. لهذا يضاف بالإضافة إلى المذكرة المراقبة المستمرة وهي نفسها التي اشتغلنا بها هذه السنة، الإطار المرجعي للمادة. والهدف من هذه الوثيقة الإطار المرجعي هو توحيد الرؤى بين جميع المتدخلين، بيني وبينك عزيزي التلميذ أيضا، فما في هذا الإطار يحكمنا جميعا. لأن كثير من التلاميذ، وستتساءلون أيضا في السنة الموالية أي كتاب مدرسي، إلى أي كتاب مدرسي نرجع، أنا أشتري هذا الكتاب أم ذاك؟ فوثيقة الإطار المرجعي وضعت من الجهات المختصة لتوحيد الرؤية وبين قلت الكتب المدرسية بين المتدخلين كلهم في عملية أو في عملية تعليمية التعلمية وأيضا في عملية التقويم. بالنسبة للوثيقة الأولى للجدع المشترك، إذن هي مذكرة المراقبة المستمرة، هذه صورتها وهي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي لمن أراد أن يطلع عليها. ثم بالنسبة للأولى بكالوريا، دعنا مذكرة المراقبة المستمرة، ثم أيضا الإطار المرجعي، وهذه أرقام هذه الوثائق وقلت هي موجودة والحمد لله لتكون على إشارة الأستاذ والتلميذ والأسرة أيضا. ننتقل الآن عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة إلى بعض التطبيقات التي سنعمل أو عملتم عليها وستعملون عليها والتي أيضا ستستعدون للعمل عليها في السنة الموالية. التطبيق الأول خاص بصورة الكهف، درستم صورة الكهف ووقفتم عند مضامين دروس عبر، ينبغي لك عزيزي التلميذ أن تنفرد بنفسك وتجلس جلسة تأمل مع هذه الصورة وقل ماذا تعلمت، واكتب هذه العبر والقيم التي تعلمتها، لأن مادة التربية الإسلامية لا تقتصر على الكتاب والتقويم وانتهى الأمر، إنها مادة حياة، مادة مجتمعية، ينبغي أن تخرج بما تعلمته إلى المجتمع. من بين الأمثلة أعطيتك هنا أمثلة لتتمرن إن شاء الله على العمل على هذا التطبيق، أن أصبر لأحصل وأحصل العلم وأتأهل بآداء تعلم. وهنا نستحضر قصة موسى والخضر عليهما السلام، أنا أختار الرفيق الصالح الذي يوصلني إلى بر الأمان. ثم بالنسبة لي الصورة يوسف، أحسن القصص. أرجوك عزيزي التلميذ أيضا أن تقف على هذه الصورة وتستعد للسنة الموالية وتحاول أن تكتب ما تعلمته من خلال قراءتك للصورة. فمن بين ما يمكن أن نتعلمه من هذه الصورة، أعطيتك هنا مثالا، أن الصبر مفتاح الفرج، وأن وراء كل محنة منح ربانية. عزيزي التلميذ اسمع فقط، كل وراء كل محنة منح، وابحث في سورة يوسف، وضع جدولا بين المحن والمنح، سترى الفرج وأن مع العسر يسرى وأن الأمل باق ما دامت الشمس من مشرقها تشرق. التطبيق الثاني وهو التدرب على إنتاج خريطة ذهنية للمستويين معا،
لأن هذه نماذج لخرائط ذهنية سبق أن أنجزها بعض التلاميذ، فنضع الصورة يعني في الوسط، ثم بعد ذلك نفرع منها المداخل ولكل مدخل ما هي الأدلة من خلال صورة يوسف أو من خلال صورة الكهف أيضا، ما هي الأدلة المناسبة التي يمكن لنا أن نستدل بها في كل درس على حدة. هذه تطبيقات عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة لتكون رفيقة لكم إن شاء الله إلى أن نلتقي في حصص موالية إن شاء الله، لنقف عند صورة يوسف بمزيد تفصيل وأيضا بمزيد شرح إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أتمنى لكم مسيرة دراسية وحياتية موفقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.